الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ادخلنا في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا من كل الامور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم انا نسالك تقواك، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك حسن الخواتيم في الأمور كلها. اللهم يا رب العالمين ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وذريتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. بارك لنا فيما رزقتنا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه بتوفيقك وجودك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب وشرح للقاضي أبي شجاع بشرح سيدنا ابن قاسم الغزي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وكنا هذه الجلسة الثالثة في ما جاء في كتاب الربا، فصل في الربا. وكان في المقدمة، إذا كنا لاحظنا في المقدمة أن علة الربا اختلف فيها اختلاف كبير، يعني أنا شرحت لكم الخلاف على ثلاث مذاهب، لكن هو في الواقع هنوزع عليكم ورقة هيتضح لك أن الخلاف فيها إلى ثمانية مذاهب، مش ثلاث مذاهب بس. في علة الربا يعني ثمان مذاهب، المشهور منها الثلاث مذاهب اللي احنا شرحناهم واللي عليهم العمل. ولما العلماء اختلفوا في علة الربا، اختلفوا ايضا في توصيف الربا في الفروع المختلفة، ولم يشهر عالم بعالم ولا فقيه بفقيه على مر العصور. وادعى الامام الشافعي ان الاحناف مثلا يحلوا الربا في امور ويحرموها في امور، أو الأحناف ادعوا على الشافعية أنهم يحلوا الربا في أمور ويحرموها في أمور أو غير ذلك. فالشافعية يروا أن الربا يكون في الفاكهة مثلا، والإمام مالك لا يرى أن الفاكهة فيها ربا لأنها في المقتات المدخر. فلم يدعي الشافعية أن المالكية يحلوا الربا وسفهوهم، ولم يدعي المالكية أن الشافعية يوسعوا الدائرة في الربا فيحرموا ما أحل الله، لأن تحريم ما أحل الله بنفس شدة تحليل ما حرم الله، فلم يسفهوا بخلاف علماء هذه الأيام. تجد مثلا أن أحد العلماء لا يرى علة الربا في بعض المعاملات المالية العصر المعاصرة، وعالم آخر يرى أن فيها علة الربا، فالعالم الذي يرى فيها علة الربا يتهم الآخر أنه أحل الربا، وأحل الربا معناه كفره. لم يحدث هذا في السلف الصالح أبدا، كان كل يعذر بعضه البعض فيما اختلفوا فيه، ولم يدعي أحد من علماء المسلمين أن من خالفه في فروع الربا أنه أحل الربا فكفر. ودي نقطة هامة، وتجد كثير من الكتب المؤلفة يكفروا مثلا مفتي مصر علشان في نظرهم بيحل الربا، هو في نظرهم، ومفتي مصر لا يحل الربا. مفتي مصر يرى أن أعمال البنوك بالصورة المعاصرة ليست فيها علة الربا، فهو لا يحل الربا، لكن لا يرى علة الربا في أعمال البنوك فقط، أو يرى علة الربا في بعض أعمال البنوك ولا يراها في البعض الآخر، وهم يرونها في كلها، فلا يدعي أحد ذلك. وللأسف تجد الكتب مؤلفة وناس توقع على أن ده أحل الربا. أحل الربا، عارف التوقيع ده معناه كفره، مش مسألة سهلة، لأن من أحل الربا قد كفر بإجماع المسلمين. فأنا لما أدعي أن غيري إلا أحل صورة معينة من المعاملات ولم يرى فيها علة الربا أنه أحل الربا، أترجمها بهذه الترجمة، يبقى أنا كده ظلمت أيام ظلم.
ويوم القيامة ربنا هيقتص من هؤلاء لهؤلاء، لأن تكفير المسلم كقتله، زي ما قتل المسلم من أكبر الكبائر، تكفير المسلم من أكبر الكبائر، حكمها كده. فالمسألة مش سهلة، فاحنا عايزين نهدي نفسنا. احنا دلوقتي بنقرأ الربا من كتب الشافعية، حيث أنهم رأوا أن الربا أربعة أنواع، هو ربا الفضل وربا اليد وربا النسيئة وربا القرض، أربعة أنواع. في غيرهم رأوا أن الربا ثلاثة أنواع بس. سيدنا عبد الله بن عباس كان لا يرى الربا، لا يرى في النسيئة ربا، لا يرى في ربا النسيئة تحريم. سيدنا عبد الله بن عباس، حد يقول سيدنا عبد الله بن عباس أحل الربا بقى؟ يقدر يتكلم؟ كان لا يرى أن النسيئة مثلا فيها ربا، كان يرى أن ربا القرض بس هو اللي فيه. وهكذا يعني فيها خلاف في فهم العلل. احنا دلوقتي الشافعية بيروا ان علة الربا في النقدية، هي الذهبية والفضية لا الثمنية. في فرق بين ان تكون العلة الثمنية فكل ما يتخذ ثمن يبقى هو ربوي، واول اقول النقدية يعني جنس المعدن، الذهبية والفضية. الشافعية يروا الذهبية والفضية ولا يروا الثمنية علة في الربا، دي نقطة. ويروا أيضا أن العلة الثانية في باقي أصناف الربويات الطعمية، أنها مطعوم، مطعوم متخذ مطعوم للأدب. كويس. فإحنا بنقرأ كلام الشافعية بالتفصيل المذهب، وليس معنى أن كلام الشافعية هو كل فهم المسلمين، ده فهم الشافعية فقط في المسألة، ولكن المسلمين قد يفهمون الربا بطرق مختلفة. الظاهرية لم يكفرهم أحد، عطاء ابن يسار لم يكفره احد، وكان لا يرى الربا الا في الستة اصناف بس اللي ذكرهم حديث عبادة بن الصامت. لكن لو تعاملت مثلا في اي صنف غير الاصناف دي، لا في الرز مثلا او في الذرة ما فيهاش ربا عنده، يجوز البيع متفاضلا، واخد بالك، وبغير حلول وبغير تقابض، بيعوا كيفما شئتم، لان عنده ليست جنسا ربويا، لان الربا في الاجناس المذكوره فقط. سمعنا حد ان كفر عطاء ابن يسار، او كفر مثلا عثمان البتي، او كفر ابن حزم، او ابو داود الظاهري؟ قالوا ان العله غير متعديه في الاصنام بس بتاعت عباده بن الصامت، حديث عباده بن مثلا. عشان تعرف الفرق بين مناقشه علماء السلف الصالح للامور الفرعيه الفقهيه، حيث انهم لا يجعلون الفرعيات اصول ثم بعد ذلك يجعلوا الخلاف في الأصول كفر وإيمان، ما يعملوش كده. الخلاف في الفروع يظل فروع، والخلاف في الأصول يظل أصول. لكن اشتبه الأمر عند علماء هذا الزمان، الذي دل الأمر عندهم بهذه الصورة أنهم ليسوا بعلماء، ولكنهم لبسوا لبس العلماء وتمسحوا بمسوح العلماء. العلماء يظل الفروع فروع وتظل الأصول أصول، يعرف الفرق، أدي الفكرة. فكل الخلافات اللي في التفاصيل المتعلقة بالربا خلافات فرعية. هل العلة موجودة ولا مش موجودة؟ من رأى أنها موجودة يرى أن فيها الربا ويعذر غيره، ومن لم يرى أن ليست موجودة يرى أنه مباح، ولا يجعل غيره الذي حرمها أنه ضيق المباح. كل واحد مسؤول عن فهمه. فهنا احنا قلنا أن الشافعية عندهم العلة النقدية في الذهب والفضة، أي كونه نقد متخذ إيه كعملة نقدية، سواء كان نقدا أو غير نقد. يعني حتى لو كان ذهب حليا فعلة الربا، لأن العلة فيه ليست الثمنية بقدر ما هي الذاتية، ذات المعدن نفسه علة ذاتية فيه. يعني حتى لو كان الذهب ليس دينارا ولا الفضة ليست درهما، فتظل التعامل بالفضة ولو حلي، ولو حتى في أي صورة، لابد فيها من التماثل والتقابض والحلول، وإلا وقعنا في الربا. هناك من بعض العلماء قالوا لا، العلة ليست في الذهب والفضة كمعدن، لا في الثمنية فقط لكونها ثمن، وبالتالي الحلي ما يدخلش في الربا وهو ذهب. علماء قالوا كده، زي ابن القيم، ابن القيم الجوزية ومن وافقه قالوا العلة الثمنية، فإن اتخذت ثمنا كانت ربوية، وإن لم تتخذ ثمنا ليست ربوية. حد يقدر يقول ابن القيم كفر إنه أحل الربا؟ محدش يقول كده عمره. مش معنى دلوقتي بيتجرأوا على مفتي مصر، مش من الأيام دي بس، مش من أيام الدكتور علي جمعة، بيتجرأوا على مفتي مصر من أيام نصر فريد واصل، ومن أيام الدكتور
الطنطاوي ومن قبله كل العلماء اللي هم لم يروا علة الربا في التعاملات البنكية كفروهم وقالوا ان هم احلوا الربا. ما حدش قال كده، لا يحل الربا مسلم، وإلا يبقى انكر صريح القرآن، لكن هو لم يرى فيها علة الربا. بس فرق كبير، وده لازم هذا الفهم يا جماعة يشيع بين ايه طلاب العلم وبين حتى العوام، حتى لا تتشابك الايه الألسنة وتتشابك الأيدي، ونسيء الظن بعلمائنا ونسيء الظن بالمسلمين وتبقى فرقة كبيرة. فاحنا ايه، احنا دلوقتي بنقرأ الربا على مذهب السادة الشافعية، وليس مذهب السادة الشافعية ملزم لجميع الأمة، ولكن ده اسلوب فهم. الإمام الشافعي اجتهد فوجد أن الربا تكون بهذه الصورة في الأصناف الذهب والفضة والمطعومات. فاحنا قلنا واقفين على كلمة والمطعومات في المطعومات، وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا. يبقى جعل أي شيء مطعوم للآدمي سواء هذا الطعم كان قوتا أو كان فاكهة أو كان حتى دواء يدخل فيه الربا، ولا يجري الربا في غير ذلك. طيب نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري في قوله، وقوله وفي المطعومات وهي ما يقصد، أي ما يقصده الله تعالى ويعلم ذلك بخلق، ويعلم ذلك بخلق علم ضروري في بعض الأشخاص كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو ما يقصده الناس بتحصيله بزرع أو شراء أو غيرهم. يعني هو أول ما نزل سيدنا آدم الأرض عرف منين إن ده يتاكل وده ما يتاكلش؟ يبقى ده بتعليم الله له، وبعد كده مع ممارسة الحياة والتجارب الناس كمان بتستزرع أشياء تاكلها بعد كده. يبقى في حاجات بتعلم ضروريا اما عن طريق الانبياء او بعلم ضروري يكسبه الله في خلقه، فيعرف ان ده مأكول وده غير مأكول، ده مستساغ وده غير مستساغ، ده مستقذر وده سام وده، وهكذا. او يكون ايه في الاستعمال بقى والتجربة، تجارب الحياة، عرف ان دي يتاخد كده كدواء وده يتاخد كده كفاكهة وده يتاخد كده كفتح الشهية وغير ذلك، وكده لحفظ الطعام وغير ذلك. يعني علشان كده بيقول ايه معنى المطعوم ايه، اي ما يقصده الله تعالى يعني في خلقه ان يكون مطعوما للآدمي. لما خلقه قصد الله به ان يكون هذا النوع مطعوما للآدمي. كويس. طب ويعلم ذلك ازاي؟ بخلق علم ضروري في بعض الاشخاص، ان النفوس تبقى مشتاقه ليه، تحب تاكله، تشتهيه وتستطعمه وتتلذذ بطعمه ويسهل هضمه ويأتي معها القوة في البدن والشبع والإحساس بالشبع والري، يبقى ده علم ضروري. أو عن طريق الأنبياء، يجوا الأنبياء يقول للناس كلوا ده وما تاكلوش ده، كلوا ده وما تاكلوش، نقول لهم حاضر. فهمت بقى إزاي؟ علم ضروري في بعض الأشخاص كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو ما يقصده الناس بتحصيله بزرع أو شراء. الناس برضو مع التجارب الحياة بقوا يعملوا مأكولات ومطعومات يروحوا يحصلوها يزرعوها بنفسهم، هي ما بتزرعش لوحدها ده بالقصد، او ان هو يحصلها ويشتريها من غيره او يستوردها من الاماكن اللي بتزرع فيها علشان يدخلها في بلاد غير موجودة فيها عشان يبيعها، وبالتالي تتسع دائرة المطعومات. كويس. ويعلم ذلك بالنقل عن الصحابة فمن بعدهم. ونعرف الحاجات دي منين؟ بالنقل عن الصحابة واللي بعدهم، ان الناس بتاكل كذا في القطر الفلاني وما بتاكلش كذا في القطر الفلاني وبتحب كذا في القطر العلاني وهكذا. كويس. وقوله للطعم، اي ما يقصد غالبا للطعم، اي لطعم الآدميين. خد بالك، انما لو كانت لطعم البهائم غير الآدميين ما تبقاش جنس ربوي عند الشافعية. يبقى أنا عندي ما اتخذ طعما للآدمي والآدمي مكلف، يبقى دي ربوي عند الشافعية. طب ما اتخذ طعاما للبهائم أو لغير الآدميين، للجن زي العظم مثلا والروث، ما هو بيبقى طعام للجن، لبهائم الجن وللجن عموما يستعملوه،
يبقى ده ما فيهوش عله الربا عند الشافعيه. طيب وما اتخذ وما كان وسط، يعني يطعمه الادمي ويطعمه الحيوان، ما في اجزاء كده، في بعض الانواع من الاطعمه مشتركه، زي ما بياكلها الادمي بياكلها الحيوان، فهم؟ فان كانت اصلا متخذه للحيوان وغالبا لا ياكلها الادميين الا في بعض البقاع النادره او عند الضروره، تبقى تظل ليست جنس ربوي. وان كانت متساويه الطرفين تبقى جنس ربوي، او يغلب طعام الادمي لها والحيوان احيانا ياكلها تبقى جنس ربوي. واضح؟ سهله الحكايه؟ نشوف كلام الشيخ. اي لطعم الادميين ولو مع البهائم، يعني ولو كان البهائم بياكلوها معنا كمان. نعم، ما تساوي فيه وضعا، ما تساوي فيه وضعا يعني من ايه؟ من حيث الخلقه، خلقه الله له، وغلب تناول البهائم له واختصت به ليس ربويا. يعني كان مثلا بيفرض ان في مثلا مطعوم الادم ياكله والبهائم بتاكله بالتساوي، لكن بمرور الزمن الناس ابتدت تمتنع عن اكله لانه نوع حقير شويه، او مثلا صعب الهضم او شيء من هذا، فغلب للباقي، مع انه يصلح للادمي برضه. يبقى في الحاله دي برضه انسحب من ايه؟ من كونه بقى جنس ربو. واضح؟ نعم، ما تساوي فيه وضعا وغلب تناول البهائم له واختصت او اختصت به ليس ربويا، كما لو وضع لطعم البهائم. وحاصل ما في ذلك، يعني البرسيم، في ناس بيعملوا عصير برسيم يشربوه. سمعت كده، انا ما دقتوش، لكن سمعت ان في ناس بيعملوا كده، عصير برسيم. البرسيم ده بياكلوا البهائم، معروف كده مش كده؟ برضو نادرين من البني ادمين اللي يفكروا ياكلوا البرسيم ده ويشربوه عصير، يبقى ما يبقاش جنس ربو، يبقى البرسيم ده مش جنس ربو، بالرغم ان في بعض الناس بتشرب او تاكل. واضح؟ لان غلب تناول البهائم له وقل وندر، هو مش ضار ولا سام ولا شيء من هذا، لكن الناس تتأفف منه، حتى ما يشتموا بعض يقولوا ده بياكل برسيم، ده بهيمة، يبقى الناس تتأفف منه مع انه غير ضار. يبقى البرسيم ولو تناوله بعض الادميين ليس جنسا ربويا، لانه اصلا ايه؟ صار بالعرف انه طعام للبهائم. واضح؟ فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. يبقى لو جاء واحد عمل محل عصير برسيم، هنقول ده وللبقى ادميين والناس واقفه طوابير عليه، وده مشروب مطعوم اهو، اهو ده ليس جنسا ربويا عند الشافعيه. افرض مرت الاجيال، مرت الاجيال بعد 100 سنه صار ده المعتاد في كل البلاد، بقى عصير البرسيم ده عامل زي عصير القصب، كل الناس بتشربه، يبقى جنس ربوي، يتحول الى جنس ربوي. شفت بقى ازاي الفقه يتغير بتغير الزمان والاحوال والاعراف والتناول والاستعمال؟ عرفت بقى ان الفقهاء، فما يجيش فقيه بعد 100 سنه من استعمال عصير البرسيم يستدل بان الفقيه اللي من 100 سنه ده قال ان البرسيم ليس ربويا ويدعي عليه انه احل الربا، لان كان من 100 سنه البرسيم كان طعام للبهائم، بعد كده بقى طعام للادميين، فاللي نظر انه صار طعاما للادميين صار لغلبه التناول فقال انه ربويا، والتاني صار نظر الى نظره اخرى، بالرغم ان المسألة واحدة والفرع واحد والحكم يختلف. مين بقى اللي يفهم الحكايات دي؟ علشان نبطل نتهم علمائنا ونشنع عليهم عندما يختلفوا في الفروع. فيبقى ما ينفعش ان انا استدل بفتوى فقيه من 800 سنة في فرع فقهي متعلق بالمطعومات واعملها على ناس عايشين الوقت بعد 800 سنة. لا، لازم انظر، الا ان تكون خنزير خلاص، ومش هيتغير حكمه ده لانه منصوص عليه، او ميتة او دم مسفوح، خلاص دي حاجات مستقرة في كل عصر وكل مصر وكل زمان لا تتغير بتغير الاحوال. لكن نيجي مثلا الفيل، الفيل ده حيوان عشبي ما بياكلش، ما بيفترس، ليس له يعني لا يفترس، وان كان له ناب، نابه يدافع به عن نفسه ويتخذ عاج وليس مفترسا وياكل العشب، فهل يجوز اكل الفيل؟
ولا لا يجوز أكله. شوف بقى بيختلفوا الفقهاء، يختلفوا. الشافعية يقول لك حرام أكله. ليه يا شافعية؟ قال لك لأنه مستقذر عند العرب، فقد عرفت الفيل ولم تفكر أن تأكله، استقذرته. فالاستقذار العلة الاستقذار. الشافعية يقول لك كده. غيرهم زي بعض آراء عند المالكية وغيرهم من الفقهاء قال لك لا يجوز أكله. العرب استقذرته لأنها كانت تجد غيره، ولو لم تجد غيره لأكلته. فهمت ازاي؟ شوف طريقة التفكير. فيجي الشافعي يقول لك ما تاكلش الفيل حرام، واحد تاني يقول لك لا كل الفيل حلال، ويفضلوا الاثنين مسلمين حلوين ويقابلوا بعض في الجنة ان شاء الله. لكن لو حد عمل كده في الزمن بتاعنا، اللي حلل يشتم اللي حرم، واللي حرم يشتم اللي حلل، والاثنين يكفروا بعض ويجعلوا الفروع اصول. دي القضية. مينفعش الاسلوب ده، ما ينفعش. فتحوا استراليا، لقوا حيوان اسمه الكنغر، كنجارو. هذا الحيوان لم تعرفه العرب، وهو حيوان عشبي، رأسه يشبه الفأر، وجسمه يشبه الأرنب، وله ساق طويل ويمشي على قدمين وينط، وهو حيوان عشبي. يجوز أكله؟ أصطاده وأكله وأذبحه وأعمل عليه ملوخية بالكنجارو، بدل الملوخية بالأرانب مثلا، ولا لا يجوز أكله؟ شفت بقى المسائل؟ الفقيه يقعد يفكر. فممكن اللي ينظر إلى رأسك تشبه الأرنب الفأر يقول لك الفأر حرام مستقذر. لا لا حرام. واللي ينظر لجسمه يشبه الأرنب والأرنب حلال يقول لك لا يجوز. شفت ازاي الفقهاء يختلفوا؟ فتلاقي الناس تخش استراليا فقيه ياكل الأرنب الكنجارو، وفقيه تاني ما ياكلش الكنجارو، ما يجراش حاجة. يفضلوا حبايب بعض، بس ده ياكل من طبق وده من طبق، كل واحد لوحده، ويقوموا يصلوا ورا بعض. شفت بقى ازاي ان المسلمين يختلفوا في الفروع، يفضلوا مسلمين، ما يحولش الفروع الى اصول، ولا ده يالف كتاب يشتم ده، ولا ده يعمل قناه فضائيه يشتم فيه ده، ولا كلامنا ما يعرفوش احنا كمسلمين. اللي يعرفوا دول الصحفيين والاعلاميين اللي هم بيدوروا على الاثاره، علشان كل ما يبقى الامر مثير كل ما تبقى تزيد حصيله الاعلانات وكل ما يكسبوا اكتر. وده اسلوب امريكاني انه يحول كل شيء الى سلعه، حتى الدعاية والدين والثقافة يحولها إلى سلعة، يقولها بطريقة فيها نوع من التشويق ومن الإثارة، عشان كل الناس تفكر تتفرج عليها، يقوم يدخل في وسطها إعلانات يقوم يكسب من وراها. دي الطريقة الأمريكانية اللي احنا أصلا بنستهجنها، إنه نحول حتى مبادئنا وعلومنا. احنا تعودنا إننا نعلم الناس الدين، لا نريد منهم أجر ولا ثواب ولا شكور، ولا عايزين اجر في الدنيا. تعلمنا كده من نبينا، علم الناس ولم يطلب منهم اجر، والصحابه علمونا وما طلبوش من التابعين اجر، والتابعين علموا التابع التابعين وما طلبوش منهم اجر. فاحنا تعودنا ان احنا نعلم الدين ونتعلم الدين بلا طلب امر دنيوي اصلا. لكن الامريكان لا، عايزين يحول كل شيء الى سلعه، فتغير وجهه النظر لدرجه ان بقى حتى الفتيه بالرقم في المحمول، اتصل بالرقم الفلاني تاخد الفتوى الفلانيه، وبعدين في الاخر يلاقي ايه اللي بيفتي رصيده بيزيد في البنك. الحاجات دي ما يعرفهاش المسلمين، ما يفهموهاش، لكن ده اسلوب امريكاني امركة لطريقة تلقي علوم الدين. الامركة دي في حد ذاتها لتلقي علوم الدين افسدت حتى علماء الدين، لان خلت الدنيا من ضمن اهدافهم، واحنا عايزين الدنيا تبقى في ايدينا مش في قلبنا. دي نقطة هامة جدا، إن الواحد يربي نفسه على كده، إن الدنيا تبقى في إيده مش في قلبه. قلبه هو فيه ربه بس، والدنيا يستعملها الرب. فهمت؟ هو ده المسلم. لا، التانيين مش عايزيننا كده. وعشان كده الرسول كان يخشى علينا من إيه؟ من الدنيا، إنها تدخل قلوبنا. فلو دخلت الدنيا قلوبنا نعمل إيه؟ نتعارك بقى، ده كافر وده مجرم وده قال واشهر بيه، يبقى البرنامج المشاهدين يزدادوا، عشان ده بيشهر وده بيقول شيء غريب وده بيشتم ده وده بيعمل ده، يزداد الاقبال على البرنامج، يزداد الاعلانات، تزداد الرصيد، يزداد المال. باظت الدنيا.
لأنها صارت الدنيا تستعمل للدنيا لا للآخرة، وربنا لم يخلق الدنيا إلا لتكون مزرعة للآخرة. لا، هم خلوا الدنيا مزرعة للدنيا، بيزرع وعايز يحصد فيها، والمؤمن يزرع ومش عايز يحصد فيها، عايز يحصد في الآخرة. وجهة نظر مختلفة تماما، وأسلوب حياة مختلف تماما عن الأسلوب الكافر الغربي اللي أراد إن هو يدخله فيه. فهنا بيقول إيه؟ نعم، ما تساوي فيه وضعا وغلب تناول البهائم له أو اختصت به ليس ربويا كما لو وضع لطعم البهائم، وحاصل ما في ذلك كما قرره البشبيشي أن الشيء إن وضع للآدميين فهو ربوي مطلقا، وإن وضع للبهائم فغير ربوي مطلقا. يبقى في نوع للبهائم خالص ده غير ربوي مطلقا، وفي نوع وضع للآدميين ده ربوي مطلقا، وإن وضع لهما للاثنين بقى فربوي إلا أن يغلب تناول البهائم له أو تختص به كالبرسيم. ندي مثال كده، كالبرسيم والتبن. وقرر بعضهم أنها 5 إجمالا، وترجع بالتفصيل إلى 25، وبيان ذلك أن الشيء إما أن يختص به الآدميون وضعا أو يغلب فيهم بأن يكونوا أظهر مقاصده، أو يختص به البهائم وضعا أو يغلب فيها بأن تكون أظهر مقاصده، أو يستوي. فهذه 5 في الوضع، ومثلها 5 في التناول بقى من حيث تناولها. واضح؟ لأنه إما أن يختص بتناوله الآدميون أو يغلب فيها، أو يختص بتناوله البهائم أو يغلب فيها، أو يستويان أو يستويا. وخمسة في 5 ب25، فما يعني لما تحط كل واحد من دي بالترتيب كده مع واحد من 5 والتاني مع واحد من 5 والتالت مع واحد من 5 بمتوالية عددية، هتلاقيهم في الآخر يطلعوا 25. وفهمت كلامهم؟ فما قصد لطعم الآدميين وضعا ربوي بصوره 5 في التناول، وكذا ما غلب فيهم وضعا بصوره 5 في التناول، فهذه 10 صور ربوية. وأما ما قصد للبهائم أو غلب فيها أو استوت فيه مع الآدميين وضعا في 3، فإن اختص بتناوله الآدميون أو غلب فيهم أو استوي فيه فهو ربوي، فهذه 9 صور تضم للعشر المتقدمة، فتكون الجملة 19 صورة ربوية. وإن اختصت بتناوله البهائم أو غلب فيها فليس بربوي، فهذه 6 صور ليست ربوية. يبقى مع الترتيب دول التناول والوضع للآدميين خالص أو للبهائم خالص، أو وضع للاثنين مع بعض فغلب لأحدهما، المتوالية العددية دي كلها هيطلع منها 25 احتمال، يطلع منهم 6 غير ربوي، 6 غير ربوي. واخد بالك ازاي؟ 19 صور ربوية و6 غير ربوي، 6 صور غير ربوية و19 صورة ربوية. كويس؟ لكن هي خلاصتها ان اما ان يكون للآدمي فقط فده ربوي قطعا، للبهائم فقط فده يبقى غير ربوي قطعا، فان كان للاثنين فغلب فيه الآدمي فيبقى ربوي، تساوي او ندر فيه الآدمي فيبقى غير ربوي. سهلة؟ لما تشرحها كده سهل، لكن لما تقعد تفرشها بطريقة الرياضيات هتلاقي تطلع لك 25 صورة، 6 منها غير ربوية و19 صورة ربوية. واضح؟ يعني الفول، في بلاد الفول لا يأكلها إلا البهائم. طب نعمل إيه في مصر؟ يبقى الفول ده ربوي ولا؟ ما دي مسألة تيجي في بال برضو المصريين، صح ولا لأ؟ اهو علشان كده الفقهاء الشافعية اختلفوا في الفول، بعضهم قال لك ربوي وبعضهم قال لك غير ربوي. شفت؟ اختلفوا في المذهب الواحد، ومحدش قال ان الاثنين كفروا بعض. افهم بس وسع مداركك. شفت بقى ازاي؟ الراجح ان هو ايه؟ ربوي. ده الراجح في المذهب، يعني قدام الراجح في المذهب في رأي تاني يقول لك انه غير ربوي، لانه ده اصلا طعام يغلب تناول البهائم له،
ويقل تناول الآدميين له إلا في بعض الأقطار المحصورة. وإحنا بننظر للإسلام إنه دين كل الكرة الأرضية، مش دين مصر بس، فهمت إزاي؟ ولا دين مصر والسودان اللي هم بياكلوا فيه الفول. لكن أنت روح أي بلاد تانية على مستوى العالم تجد الفول ده نادر لما بياكلوه، إلا لو دخلوه المصريين ليه وعلموه لهم، فهمت بقى؟ طبعا احنا دلوقتي قطعا يبقى ربوي. ليه؟ لانه غلب تناول كل الناس لانتشار المصريين في كل اقطار المعموره. وتروح امريكا تلاقي محلات فول وطعميه، تروح باريس تلاقي محل فول وطعميه، وتلاقي حتى اللي بياكلوه حتى خواجات استطعموه لو حلو، فانتشر خلاص، يبقى غلب تناول او تساوية فبقى ربوي. لكن ايام ما كانتش الاقطار متصله ببعضها زي ايام الشيخ البيجوري، وكان المصريين جوه قطرهم بس بياكلوا الفول، يجوا يحجوا يختلطوا بالاجناس التانيه اللي هم ما يعرفوش الفول ده، ده بياكلوه بهايمهم ما يعرفوهوش لان ما جوش مصر، فهمت ازاي؟ فقال لك اختلف الشافعيه في المساله عشان كده. انما الوقت شافعيه الزمان ده ما يختلفوش في الفول. ليه؟ لانه خلاص انتشر، كل الناس بقت تاكله في كل ارجاء المعموره لان بقت كالقريه الواحده، فهمت ازاي؟ عرفت بقى ان الاجناس الربويه تختلف باختلاف القطر والقطر والعصر والمصر والناس وهكذا، مهمه الحاجات دي. فالمفروض ان الواحد يقعد يقرا الكتب الكبيره دي، يقراها بنفس هاديه بدون تذمر وبدون فكره مسبقه عايز يثبتها علشان يلاقي الحق، يشوف الحق. انما يقعد يتناولها كده وهو عنده فكر مسبق عايز يثبته ومش عايز يغير فكرته وعايز يخش كده بالشقاق بين المسلمين، مش هيعرف يوصل لحاجة. فتكون الجملة 19 صورة ربوية وإن اختصت بتناوله البهائم أو غلب فيها فليس بربو، فهذه 6 صور ليست ربوية، ولا يخفى ما بين التقريرين من التخالف. ومن ذلك تعلم أن الفول ربوي على المعتمد. كلمة على المعتمد معناه ان في مقابل للمعتمد في المذهب انه غير ربوي، واضح؟ خلافا لبعضهم، لبعض الشافعية كمان، يعني شوف الشافعية حتى ايه يختلفوا فيما بينهم، واضح؟ ولا يمنع من ذلك غلبة تناول البهائم له، لان الغلبة ليست عامة بل في بعض البلاد. وتعلم أيضا أن الحلبة الخضراء ليست ربوية لغلبة تناول البهائم لها. يبقى الحلبة الخضراء البهائم غالبا هي اللي بتاكلها، نادر من المصريين اللي ياكلوها أو من الآدميين في جميع أنحاء الأرض. فقال لك خلاص تبقى دي إيه، ليست ربوية. وأما اليابسة اللي هي الحلبة الحصر فهي ربوية كسائر الأبازير لأنها يتداوى بها، فهمت بقى؟ هو ده الوقت أذن؟ قوله اقتياتا أو تفكها أو تداويا. يبقى المطعوم أهداف الحاجة اللي بتاكلها دي هدفها حاجة من 3، يا إما قوت يا إما فاكهة يا إما دواء، مش كده برضو؟ يا قوت يا فاكهة يا دواء، منصوبة على التمييز المحول اقتياتا أو تفكها أو تدويا. منصوبة إيه؟ منصوبة على إيه؟ على التمييز المحول عن نائب الفاعل، والأصل ما يقصد اقتياته أو تفكه أو تداويه، أو تكون منصوبة على المفعول من أجله، يعني تحتمل يبقى النص للتمييز أو للمفعول لأجله، واضح؟ خد بالك إن أول أخيرة دي أو منصوبة دي مش زي أول اللي قبلها، أو اللي قبلها عطف على اللي قبلها، لكن أو منصوبة عطف على التمييز. فهمت كلام المشايخ لما تقرأ في الكتب؟ مصحصح معايا ولا مش مصحصح؟ حاضر. بيقول لك منصوبة على التمييز المحول عن نائب الفاعل، والأصل ما يقصد اقتياته أو تفكه أو تداويه. خلاص خلصت الجملة. بعد كده أو اللي جاية دي غير أو اللي قبلها. أو منصوبة على المفعول تبقى إيه؟ أو دي معطوفة على التمييز المحول. فهمت بقى إن الكتب القديمة كانت
بتلغز في العبارة علشان تصحصح الطالب، عشان يرجع الطالب يقرأ السطر مرة واتنين ويدور على او دي ده ويقول لي فين يعمل ايه. كان اسلوبهم في العصر بتاع الشيخ البيجوري كده، بيعتبر ان ده اسلوب لشحذ همة الطالب. لما تغيرت الهمة وضعفت بقى الاسلوب الوقتي بطريقة برايل، يكتب لك الحاجة عشان تحسس كده تعرفها، لان الهمة ضعيفة. فالمؤلفين في العصر بتاعنا ما يكتبوش الكلام ده، يكتب لك دي في سطر نمرة واحد والتانية في سطر نمرة اتنين، علشان تبقى الحكاية واضحة ان دي تبقى غير دي ودي بعيدة عن دي، وان الضمير ده يعود على ده. ليه؟ لان بقوا الناس عميان بيقروا بطريقة برايل، بالتحسيس كده، يحسس كده يعرف. مش تريقة على الأعمى، ولكن تريقة على المبصر ضعيف الهمة. فهمت ازاي؟ فالفرق الهمة لازم تبقى عالية. فلما تقرأ هنا تعرف ان العصر بتاعه كان عصر همة عالية على طلب العلم، وان الطالب كان الشيخ يعين الطالب على ان يشحذ همته، انه يكتر له الضمائر في الجملة علشان وكل ضمير يعود على حاجة شكل، كل ضمير علشان ايه؟ يشحذ همته. يوم اولا يعلم الطالب التواضع، لانه يجي يقرأ العبارة يلاقي نفسه مش قادر يفهمها لوحده، يوم يروح للشيخ، يقعد عند الشيخ، يقوم الشيخ يفهمه، يقوم يعلمه ازاي يطلب العلم على الشيخ، ويعرف ان العلم له مفاتيح. يبقى هو بيربي فيه تربية معينة، عايز يربيه تربية معينة حتى لا يكتفي بالكتاب عن العالم. دي برضه وجهة نظر. فهمت ازاي؟ لان دول كانوا بيربوا مش بيعلموا بس، دول كانوا مشايخ تربية كما انهم مشايخ تعليم. كلهم كانوا مشايخ تربية، لهم طريق ولهم ورد ولهم سبحة ولهم سلوك، وبيربي النفوس تلامذته زي ما بيربي عقولهم بيربي نفوسهم. فهمت بقى الاسلوب؟ عشان كده انت تعذر، مش تقول ايه؟ ايه الكتب الصفرة دي كلها الغاز؟ يعيبوه علينا المستشرقين لما تعلموا اللغة العربية وحاولوا يقروا الكتب دي لوحدهم، احتاسوا. ما عرفوش الضمائر ازاي يعبر، فعاب على هذه الكتب، واشاعوا في المسلمين ان الكتب الصفراء هي سبب تخلفه. سموها الكتب الصفراء. واصبح المسلمين فعلا صدقوا كلام المستشرقين وهجروا هذه الكتب اللي هي كانت مؤلفة عشان تربي تواضع المسلم في طلب العلم، وعشان لا يستغني في طلب علمه عن الشيخ، وعلشان تشحذ همته في فهم العبارة، وعلشان تربيه في فهم كيفية المعاني الدقيقة يفهمها ببطء حتى تستقر في ذهنه، فلا يأخذ المعلومة بسهولة فينساها بسهولة. كل المعاني دي اختفت، فلما اختفت كل المعاني دي أصبح إيه الوقت؟ البني آدم المعاصر يروح يجيب الكتاب من معرض الكتاب ومليان أخطاء مطبعية، ويقراه لوحده في أوضة لوحده، وبعد بعد يومين يقف على المنبر يعلم الناس. شفت بقى؟ أصبح اختلط الحبل بالنابل، ما بقتش المسائل كده. فهمت الفرق بين الجيل ده والجيل ده؟ فرق كبير. فالأول اللي هو الاقتيات القوت يعني كالبر والشعير والذرة. الأول اللي هو القوت كالبر اللي هو القمح والشعير والذرة ونحوها. اديني أمثلة من نحوها. تعرف تديني أمثلة من نحوها؟ قوت، الرز، ايه تاني؟ والعدس واللوبيا والفاصوليا اللي هي البقوليات، كل دي قوت. شفت بقى ازاي؟ يبقى كل دي اقوات يدخل فيها علة الربا لانها طعم، وايضا يدخل فيها علة الربا عند المالكية لانها قوت. واضح؟ والثاني الفاكهة كالتمر والزبيب والتين ونحوها. قول بقى كل الفواكه، واخد بالك؟ المشمش والخوخ والبرقوق والبطيخ والشمام، وهات بقى والكنتالوب. كانش ايام ممكن تلوب ده طالع لسه من 10 سنين بس، واخد بالك؟ يعني وهكذا بقى. يبقى كل ما يؤخذ تفكها يدخل. والرمان. والثالث كالملح، الثالث اللي هو تداويا الدواء يعني، كالملح
والمصطكي والذنب الجبيل، يعني التوابل، يعني العطار بيتاجر في اجناس ربويه، والصيدلي اللي بيبيع الادويه بيتاجر في اجناس ربويه عند الشافعيه، والخضري اللي بيبيع الخضار بيتاجر في اجناس ربويه لانه مطعوم، والفكهاني اللي بيبيع الفاكهه بيتاجر في اجناس ربويه لانها مطعومه عند الشافعيه، والبقال بيتاجر في اجناس ربويه لانها مطعومه. شفت بقى ازاي؟ والراجل بتاع اللي هو بيبيع العلاف اللي بيبيع القمح والدقيق والشعير بيتاجر في اجناس ربويه لانها مطعومه عند الشافعيه. فهمت بقى؟ ايوه خلاص، ما هي جنس ربا ومش مطعوم، خلاص يبقى هتشتري خيار بخيار يبقى تشترط فيه الثلاث شروط. فهمت؟ لكن هتشتري خيار بطماطم خلاص اختلف الجنس، هتشتري خيار بنقود ماليه اوراق ماليه ما فيهاش مشكله. لكن لو انا عندي خيار رايب وخيار وعايز اجيب خيار صوب، واقول له تاخد كيلو خيار الصوب وتديني بداله كيلو ولا كيلو ولا ربع مثلا خيار اورجانيك، بيسموه اورجانيك دلوقتي اللي هو عضوي، يعني ينفع الكلام ده؟ ريب. لكن ينفع عند الملكيه مش ريب، وينفع عند مين؟ عند من لا يرى، عند الظاهريه وعثمان البت وعند الحسن البصري وغيره وغيره. يبقى شفت بقى ازاي يختلفوا العلماء في المسائل؟ فخد بالك عشان تكبر مخك وتعرف ان أمة النبي دي كلها على خير، مش انت بس الفهمك بس هو، لا، الاسلام اوسع من فهم الامام الشافعي، واوسع من فهم الامام ابو حنيفة، واوسع من فهم كل علماء المسلمين اللي لسه هيتولدوا، فضلا عن اللي اتولدوا وماتوا. الاسلام اوسع من كل ده، لكن هذا لا يمنع انك انت مسؤول امام الله عما فهمت من شرع الله، فربنا هيسألك على فهمك، لان فهمك ده هبة من الله، فعلى قد ما ربنا يفتح عليك ويفهمك اتق الله على قدر هذا الفهم، واعذر غيرك على فهمه. فهمت ازاي؟ ولا تحصر الناس على فهم واحد. هو الائمة تعلموا كده وتربوا على كده. الامام مالك هارون الرشيد مش قال له ايه نفرد المذهب بتاعك ونخلي كتاب الموطأ ده يوزع في الامصار وما حدش يدرس غيره؟ قال للامام مالك كده. يا سلام لو قال الواحد فينا كده، وانشر انا فكرك ده واخليه هو، يعني اجبر عليه العالم الاسلامي، هقول له ايدي على كتفه علشان عايز القهر والغلبه. لا، دول ائمه فاهمين. قام الامام مالك رفض، قال له لقد تفرق صحابة النبي في الأمصار، وهذا ما تيسر لنا جمعه، فلا نحصر علم الناس على ما تيسر لنا. شفت بقى الأئمة الكبار؟ عشان كده يفضلوا اليوم القيامة أسماءها أعلام ونور رضي الله عنه. عرفت ليه ربنا حافظ أسماء الناس دي؟ عشان كان قلوب تقية نقية، فهم مراد شرع الله، ولم ترد أنها تضيق شرع الله على قدر فهمها، لأن شرع الله له صفة الله واسع، الله واسع، شرع الله واسع، يسع الناس كلها ويسع كل الفهوم. لكن انت يا انسان، وكان الانسان قطورة ضيق بخيل، فهمك على قدك ضيق، ونظرتك على قدك محصورة ومحدودة. فهمت بقى ازاي؟ ففي فرق بين نظرة الفقيه وبين شرع الله. شفت بقى؟ شرع الله أوسع من نظرة الفقيه. الحاجات دي كلها بعيدة عن الموضوع، لكن في النفس منها شجون، لازم الواحد يقولها، لأن المسلمين ما بيرعوهاش دلوقتي، حتى اللي معاهم شهادات علمية شرعية ما بيرعوهاش مع بعضهم البعض. وبنلاحظها في المناظرات في الفضائيات، والمناظرات على صفحات الجرائد، والمناظرات في الكتب المطبوعه، السياره ده يالف كتاب وده يرد عليه بكتاب وده يرد عليه بمنشور، بنلاحظ ان هم لا يراعوا هذا الامر ابدا، وده من ضمن فتنه العصر اللي احنا فيه.
ولا فرق بين ما يصلح البدن اللي هو الدواء يعني او يصلح الغذاء. اللي بيصلح الغذاء كالتوابل واللي بيصلح البدن كالدواء، مش كده برضو؟ فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. شفت وجهة نظرهم يعني؟ ليه الشافعية قالك إن ندخل الدواء كمان وندخل التوابل؟ وجهة نظر. لدرجة خلوا الماء جنس ربوي، المية مش المية مطعوم؟ يبقى الماء العذب جنس ربوي. شفت قد ايه؟ لأنه مطعوم. انت بتشرب ميه مالحه؟ تبقى مش مطعوم. مطعوم للادام الماء المالح ده؟ لا. ده انت لو نزلت البحر المالح ودخل في بقك شويه تقعد تتف نص يوم مش عايز تبلعها، ولو شربت شويه يجي لك اسهال شربت ملح. فاهم؟ يبقى ايه الماء العذب هو اللي ايه جنس ربو مش الماء الملح. فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. كل ده الشافعية بيرد على مين في النص الكلام؟ على الأحناف وعلى المالكية وعلى الحنابلة، عشان قالوا لهم ليه يا شافعية تدخلوا الأدوية؟ ليه يا شافعية تدخلوا التوابل؟ ليه يا شافعية؟ فهمت بقى وجهة النظر؟ فالكلام اللي بيقوله ده بيرد على فقهاء مجتهدين غيره لم يدخلوا هذا الصنف في الربا. مش بيقولوا كده مجرد إيه يعني استرسال في الكلام، لا، ده كل كلمة من دي وراها حوار طويل بين فقهاء مختلفين في وجهات النظر. فهمت بقى؟ والأدوية ولا ربا في حب الكتان. حب الكتان ده بيتخذ منه ايه عصروه؟ يبقى زيت كتان يزيته بالمكنة، مش كده برضو؟ وإن كان بيتخذ وقتي ايه زيت حار، زيت حار، بس ده مش منتشر الا عند المصريين، فيبقى مش جنس ربوي. يبقى الزيت الحار اللي متخذ من الكتان مش جنس ربوي، لانه غالبا ده بيزيته بالمكن مش بني ادمين. لكن البني ادمين جربوه في الفول مشيت معاه. انا جبته قلت اجربه مره، كان في شتاء قارس هنا في المقطم، قالوا لي الزيت الحار ده حلو بيدفي، فجبته ما قدرتش اكمل هي البق واحد، رحت ما بلعتوش، حسيت ان انا هبقى مكنه. لا يعني غير مستساغ كده والله، يمكن انا اللي استعملته غلط بقى. هو الواحد الزهر كان حقه مثلا ايه يستعمله بالقطاره، لكن على اي حال مش جنس ربوي. زيت الكتان، بذر الكتان، ودهنه اللي هو زيته يعني اللي هو الزيت الحار، ودهن السمك لأنها لا تقصر للطعم. بعض السمك زي الحيتان يبقى فيها أطنان من الدهن، يستعملوها للبواخر الكبيرة، واخد بالك، يشحموا بيها الغاطس بتاع ما بيأكلهش الأدم، واخد بالك، فيبقى ايه ما بيعتبروهاش ده جنس ربو، خدت بالك. والشحم اللي تلاقيه عند الراجل الميكانيكي يحطه لك حوالين البطارية ويحطه لك دي شحوم كلها، دي برضه ما تنخش جنس ربا ولو كانت عضوية يعني، ولو متخذة من ايه من حاجات عضوية. ولا يجري الربا في غير ذلك، اي مما يقصد به البهائم كالتبن، ومثله ما يقصد به الجن كالعظم، او لم يقصد اصلا كاطراف قضبان العنب. لو عنقود العنب بعد ما تطلع منه العنب يتبقى العنقود كده متاخد منه العنب، ده بيطعم ده خلاص، يبقى مش جنس ربا لانه ما حدش بياكله. ولا ربا في الحيوان، الحيوان نفسه لا ربا فيه، يعني ممكن ابدل جمل بجملين وحمار بحمارين، فهمت ازاي؟ طول ما هو عايش، انما اول ما يبقى لحمه بقى مطعوم يبقى هنا بقى جنس ربا، انما طول ما هو عايش ماشي كده في امان الله ده يبقى مش ربا. واضح؟ لان انا ما باكلش الحيوان على هيئته، فهمت؟ ولا ربا في الحيوان لانه لا يعد للاكل على هيئته. قوله ولا يجوز بيع الذهب بالذهب،
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، يعني الفضة بالفضة أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين، يبقى أو غير مضروبين بيخرج خلاف ابن القيم ومن رأى أن العلة الثمنية، بيرد على مذهب، مش هو بيقول أي كلام يعني. يعني أنت لما تقرأ الفقه المقارن تلاقي كل كلمة من هنا مهمة، لأنها بتحدد معالم مذهب الشافعية في وسط آراء كثيرة مختلفة، واضح؟ وكل الآراء داخل إطار الشرع الشريف، ما حدش خرج عن الشرع الشريف، كلهم مسلمين أكابر علماء أولياء صالحين، واضح؟ إلا الشروط بقى، لما يبقى الذهب بالذهب الفضة بالفضة جنس ربا وبجنسه مع اتحادهم في العلة، الثلاث شروط اللي قلناهم التماثل والتقابض والحلول، التماثل والتقابض والحلول، إلا متماثلين حالين يدا بيد، حالين يعني بلا نسيئة بلا أجل، يدا بيد يعني لا تأخر في القبض في المجلس، واخد بالك؟ ومتماثلين وزنا بوزن أو كيلا بكيل. طالما جنس ربا وبجنس ربا ومتحد في العلة زي ذهب بذهب علتهم واحدة، أو فضة بفضة علتهم واحدة، أو بر ببر علتهم واحدة، يبقى لازم ثلاث شروط تتوفر، وإلا لو كان عقد معاوضة، التماثل حتى يمنع ربا الفضل، والتقابض حتى يمنع ربا اليد، والحلول حتى يمنع ربا النسيئة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اي شرط اذا اختل يدخل ليه نوع من الربا فيه. فهمت بقى القصة؟ قوله ولا يجوز بيع الذهب، ولا يجوز هنا معناها لا يصح يعني، فيجوز هنا من الصحة مش من الجواز اللي هو الإباحة، أصل يجوز تستعمل بمعنى الإباحة وأحيانا تستعمل بمعنى الصحة، فهنا مستعملة بمعنى الصحة وليس الإباحة، واضح؟ ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى آخر، المراد بالجواز الصحة كما سيشير إليه الشارح بقوله فلا يصح بيع شيء إلى آخره، فالمعنى ولا يصح بيع الذهب بالذهب إلى آخره. إيه؟ طب قوم أذن. خدها في ايدك. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدتنك له. وريني الكتاب بتاعه. أنا عايز أوريكم نموذج للكتب المتألفة في العصر الحديث في موضوع الربا. مكتبة السنة، كتاب تأليف الدكتور محمد أبو شهبة أستاذ القرآن والحديث بجامعة الأزهر وأم القرى، مسميه إيه؟ بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة للرد على مفتي مصر الذي أباح الربا، ومع حلول مشكلة الربا. يرضيك العنوان ده بعد ما فهمت الدرس؟ لا معلش مولانا، هو الكتاب بتاع الدكتور أبو شهبة هو حلول مشكلة الربا، لكن اللي فوق ده ده بيان المكتبة نفسها عاملاه، هي اللي خدته وحطته مع كتاب بتاع الشيخ. يبقى البيان ده المكتبة حطاه. يرضيك الكلام ده؟ إن جايب لك بيان إن مفتي مصر أباح الربا، وجايب لك إمضة علماء كتير كلهم بيقول إيه ماضيين موافقين إن مفتي مصر، أيامها كان مفتي مصر الشيخ طنطاوي. ساعة ما الكتاب ده اتألف كان مفتي مصر الشيخ إيه سيد طنطاوي، الدكتور سيد طنطاوي، سنة 90. كويس؟ شوف كم واحد من علماء الأزهر يمضوا، يبقى دول علماء؟ دول علماء؟ عشان تعرف إن الشهادة أصبحت علامة الجهل. دول مش علماء ولو حافظين القرآن، مش علماء ولو معاهم دكتوراه من الأزهر، مش علماء ولو لمس عمة تسد عين الشمس، مش علماء. لأنه لو فاهم الربا بالفهم الواسع ده وخلاف العلماء عليه ما كانش اتهم أحد علماء المسلمين إنه أحل الربا يعني كفره، لكن فهم على طول إن هو لا يرى علة الربا. كان يقعد يناقشه يقول له لا احنا نرى علة الربا فيما رأيت انه لا علة ربا فيه، يبقى مناقشة، يبقى مش تكفير، مناقشة مش امضى ووافق. شغل ايه هو؟ شغل انتخابات مجلس الشعب، تصويت، بدور على كم عدد، هي المسألة بالعدد، المسألة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان مش العدد. فتاخد بالك مثل هذه الكتب لا تقرأ. قوله ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى آخر، المراد بالجواز الصحة كما سيشير إليه الشارح بقوله فلا يصح بيع شيء إلى آخره، فالمعنى ولا يصح بيع الذهب بالذهب إلى آخره فهو باطل وحرام أيضا لكل عالم به أو جاهل مقصر. يبقى الجاهل لا يعذر به في أبواب البيوع، واضح؟ لكن في بعض أحكام في الصلاة يقول لك الجاهل يعذر، في بعض احكام في الحج يقول لك الجاهل يعذر، في بعض احكام في الصيام يقول لك الجاهل يعذر، لكن تيجي في الربا الجاهل لا يعذر فيه، لانه لازم يسال، لانه مقصر يسال، لانه مامور بتحري الحلال، وكل مسلم يسمع ان في حاجه اسمها ربا حرام، فقبل ما يتعامل في العقود لازم يتحرى ويسال العلماء. فاذا سال عالم قال له ما فيهاش ربا يسمع كلام العالم، لو سائل عالم تاني قال له فيها ربا يقلد من يجيز وما يشهرش لا بدا ولا بدا. سهله الحكايه؟ لا. لكن لا، العام يسال ده ويسال ده ويسال ده ويسال ده وفي الاخر ما يعملش حاجه ويقعد يشهر بده ويشهر بده ويشهر بده، ما ينفعش ما ينفعش. وفي الاخر يودي فلوسه للي ينصب عليه ويشغلها له وبعدين يضحك عليه وياخدها ويسافر، مش ده اللي بيحصل؟ زي شركات توظيف الاموال وغيره وغيره، كل شويه تسمع فلان ويقبضوا عليه وخد مش عارف كم مليار من المسلمين علشان يشغل لهم اموالهم وبعدين هرب فص بلح وداب. يبقى ضيعوا اموال الناس لما ما فهموش الناس مثل هذه الاحكام، انشاوا طائفه من المجرمين اللي بتاكل اموال الناس بالباطل بحجه انها بتهربهم من التعامل الربوي، تقوم تسرقهم. شفت بقى خطورة فتوى العلماء عند العوام؟ لا، العامي يسأل العالم ويقلد من يجيز علشان ما يبقاش عليه حرج. راح سأل الشيخ الفلاني اللي كل الناس بيقولوا عليه شيخ محترم، قال له اعمل كده، جائز يا ابني
خلاص الابن ده يروح يعمل الجائز. راح سأل عالم تاني قال له لا انا ارى انها حرام، ان كان عنده طريق اخر للخروج من الخلاف لا بأس، ليس عنده طريق اخر يقلد من يجيز، والحياة تستمر. واضح؟ الحكاية سهلة وما نفضلش مترددين. فلا يصح بيع شيء الى اخره، فالمعنى ولا يصح بيع الذهب بالذهب الى اخره، فهو باطل وحرام ايضا لكل عالم به او جاهل مقصر. والحيلة في ذلك ان يبيعه النقد بالعرض. افرض ان انا عايز اديله ذهب بذهب، بس الذهب ده صنعته عالية مكلفني صنعة جامد، فزائد وزنه الذهبي ده في صنعة، الصنعة دي يمكن قد ثمن الذهب اللي فيه، فانا لو هبدله بذهب لازم ابدله وزنا بوزن، يبقى هخسر الصنعة. طب ايه الحيلة؟ الشرع ما قالكش اخسر، بيع الذهب ده اللي فيه الصنعة العالية دي بأي حاجة غير ذهب، بأي عرض آخر، بيعه بفضة، بيعه ببضاعة، بيعه بأوراق مالية، واحسب اللي أنت عايزه فيه كله، احسب الصنعة واحسب الوزن واحسب كل حاجة زي ما أنت عايز، خد بعد كده الأوراق المالية دي اشتري بيها الذهب اللي أنت عايزه التاني، ما فيهاش مشكلة. فهمت؟ لكن لو أنت مصمم تجيب ذهب بذهب يبقى خلاص هتخسر الصنعة. تخسر الصنعة وإلا تقع في الربا. فهمت بقى ازاي؟ والحيلة في ذلك، ده في كتب متألفة في الحيل، كيف تتخلص من الحرام وتعمل اللي انت عايزه كله بس بطريقة حلال شرعا، اسمها الحيل. والحيل ليست معناها حاجة وحشة، لا ده معناها تحري مطابقة الفعل للشرع الشريف. فهمت ازاي؟ انك انت بتتحرى ان يبقى افعالك كلها حلال. ففي يعني كتب متألفة في الحيل الفقهية. والحيلة في ذلك ان يبيعه النقد بالعرض ثم يبيعه العرض باكثر. العرض يعني اي حاجة غير الذهب، اي حاجة غير الجنس ايه الربوي، ادي معنى العرض. ابيع الذهب بقمح، ابيع الذهب ببترول، ابيع الذهب بنحاس، بحديد، بماس، باي حاجه، بفاكهه، بفدان ارض، اي حاجه، باوراق ماليه لانها عروض ايضا، بسياره، بتلاجه، اي حاجه. فهمت بقى ازاي؟ ادي معناها بعرض. ثم يبيعه العرض بأكثر من النقد الأول، كأن يبيعه 10 من النقد بعرض، ثم يبيعه العرض 15، وهي مخلصة من الربا، مخلصة من الربا. قول مضروبين كان، أي كالدراهم والدنانير، مضروبين يعني مسكوكين، اللي هي إيه؟ اللي هي مصلحة سك العملة. فمضروبين يعني مسكوكين، يعني مصنعان في صورة عملة يتعامل فيها الناس. ادي معنى مضروبين يعني مسكوكين من سك العملة كالدراهم والدنانير. وقول او غير مضروبين يعني كالحلي في صورة غويشة حلق، او في صورة ايه كتلة ذهب كده تبر، مش ايه مختلط حتى به، يعني ذهب مختلط به حتى شوائب. فهمت؟ يبقى ما ينفعش ابيع تبر بتبر، التبر اللي هو الذهب وانت مطلعه من المنجم مختلط به شوائب اخرى، ده يسموه تبر. فهمت؟ هو طالع من المنجم، فانا عندي منجم ذهب هنا في البلد الفلانيه، وهناك منجم ذهب تاني في البلد العلانيه، الشوائب في المنجم ده غير الشوائب ده، نسبة الشوائب هنا أقل أو هنا أعلى مش عارف، فما أعرفش أبيع أنا التبر ده بالتبر ده لعدم تحقق شرط التماثل، للجهل بالشوائب ونسبتها، يبقى ما ينفعش أبيع تبر بتبر. واضح؟ يبقى لازم أما أخلصه من الشوائب وأخلص ده من الشوائب حتى يتحقق عندي شرط التماثل، وإلا يبقى بيع التبر ده بعرض آخر، وبيع التبر ده بعرض آخر، واشتري ده بده بالعرض التاني. فهمت بقى الطريقة؟
طبعا الكلام ده مخالف لمن رأى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية ولم يرى العلة فيها النقدية. فمن رأى العلة الثمنية كابن القيم وبعض المالكية ومن سار على نهجهم من علماء الأزهر الشريف قالوا أن الأوراق المالية فيها علة الربا لأنها ثمن، واضح؟ ومن لم يرى أن العلة فيها الثمنية لم يرى أن الأوراق المالية ولا الحاجات دي كلها تبقى فيها علة ربوية، واضح؟ لأن العلة فيها كنقد كذهب ذاته. وبالتالي اللي قال إن العلة الثمنية اعتبر أن الذهب الحلي طالما مش مضروب ثمن يبقى ليس ربوي، واضح؟ فهمت؟ وخالف إجماع الصحابة، وعشان كده القول ده ضعيف لأنه خالف إجماع الصحابة، حيث أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لم يفرق بين الذهب المسكوك عملة وبين الذهب المصنوع حلي، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر كل ذهب واحد. وبالتالي هذا الرأي رأي ضعيف عند المالكية ورأي شاذ عند الحنابلة، ولكن استهوى كثير من علماء هذا العصر واعتبروا ان العلة الثمنية وهي من اضعف الاراء. شفت بقى؟ فاللي يرى ان الاوراق المالية العلة فيها الثمنية وجعلها جنس ربوي استدل باضعف الاراء من حيث النظر في الادلة، لكن صوته عالي، واخد بالك؟ الصوت عالي ومتصور ان الصوت العالي هيغلب بيه، فانتشر على الناس ان دي العلة الثمنية، والعلة الثمنية من أضعف العلل. ولما تقرأ في مناقشة هذه الأمور في كتب الفقه المقارن تجدها أنها من أضعف العلل. فهمت بقى؟ فالعلة ليست الثمنية عند الشافعية، ولكن العلة النقدية عند المالكية والراجع عندهم، وعند الحنابلة الراجع عندهم، وعند الأحناف، وعند الشافعية. واضح؟ ما هي دي شوائب، شوائب عيار 21 معناه ان في درجة النقاء 21 من 24، يعني في شوائب ايه 3 قراريط شوائب، و 18 يعني في 6 قراريط شوائب. فهمت؟ بس يبقى انا لما اجي ابدل 18 ب 18، لكن 18 ب 24 ما ينفعش، ما هو لازم الاول يبقى نفس الوزن. هنا الشوائب مختلفة، الشوائب مختلفة، نسبة الذهب فدا غير نسبة الذهب فدا، لازم النسبة تبقى واحدة عشان يتحقق التماثل والتفاضل. فاهم؟ يبقى الحل في الحالات دي ان انا ابيع بعرض اخر واشتري اللي انا عايزه. واضح؟ يعني لما بيقول لك عيار 24 معناه ايه؟ يعني درجة النقاء فيه 100%. عيار 21 يعني ايه؟ يعني 21 من 24. فهمت ازاي؟ يعني درجة النقاء فيه كام؟ 7/8، 7/8 يعني في تمن شوائب. فهمت بقى المسألة؟ عيار 18 يبقى معناه 18 على 24 يبقى فيها كام؟ فيها التلات أرباع، يعني معناه في ربع شوائب، يعني في 75% ذهب و 25% منه شوائب. فهمت بقى المسألة؟ ادي معنى عيار 18. انت بقى عايز تجيب شبكه لمراتك جيبها لها شبكه مغشوشه عيار 18، ما يجراش حاجه علشان تمشي الامور، احنا عايزين نسهل الجوازه برضه تتم، مفيش داعي ان انا اجيب لها يعني عيار 24 وصعب على الشباب، بس يبقى عارف انها شبكه مغشوشه ما يجراش حاجه، وهي برضه عارفه ومبسوطه بيها. ليه؟ علشان العيار المغشوش ده بيبقى في الصنعه احلى، بيبقى شكله في الصنعه حلو زاهي كده ويعملوا منه اشكال حلوه وجميله فبيطوعهم في الصنعه. فهم؟ بس ادي كل الحكايه، وهي عايزه تتزوق، انت جايبه اصلا زواق، يبقى خلاص تمشي شبكه. قول مضروبين كان اي كالدراهم والدنانير، وقول او غير مضروبين اي كالحلي والتبر، الا متماثلا الشرط الاول اي متساويا يقينا وزنا، لان العبره في الذهب والفضه بالوزن لا بالكيل. قول أي مثلا بمثل أي مثلا مقابلا بمثل، مقابلا
مثلا مقابلا بمثل في القدر من غير زيادة ولا نقصان. قول فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا، أي من الذهب أو الفضة بجنسه، وهذا تفريع على المفهوم. قوله نقدا أي منقودا أي مقبوضا، ويلزم من ذلك غالبا أن يكون حالا، فلذلك قال هو الحلول يعني. قال الشارح أي حالا يدا بيد. فالحاصل أن الشروط ثلاثة عند اتحاد الجنس: التماثل والحلول والتقابل. سهلا. قول يدا بيد أي مقابضة قبضا حقيقيا قبل التفرق أو التخاير، فلا تكفي الحوالة ونحوها كالإبراء، فإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض على الأصح. واضح؟ على الأصح من قولي تفريق الصفقة، لأن في قول مقابل قال لك تبقى الصفقة كلها بطلة، في القول الثاني قال لك لا، نصححه فيما قبضه ونبطله فيما لم يقبضه. هيجي كما سيأتي. قول فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا أي أو حالا مع عدم القبض قبل التفرق أو التخاير، ومحل البطلان في التفرق إذا كان بالاختيار، يعني بنعتبر التفرق هنا بالاختيار، إنما افرض إن هم كانوا بيتكلموا باللغة العصر الوقت بقى، قاعدين كده فيديو كونفرنس، تجار في فيديو كونفرنس، أنا متصل بيهم وقاعد أنا في، واخد بالك، في القاهرة وهم قاعدين في إيطاليا، والبضاعة موجود منها في البنوك المختلفة في كل فروع العالم، بحيث لما بنتفق يقول لي استلم الحتة الفلانية اللي هي جنبي، أروح أنا مدي تليفون أستلم، وإحنا قاعدين قدام بعض بنستلم، واخد بالك إزاي؟ افرض بقى إن حصل تفريق بدون اختيار، الكهرباء قطعت، الكهرباء قطعت، يبقى لا عبرة بهذا الاختيار التفريق ده، لأنه ده تفريق عرضي مش بالاختيار، فيبقى لسه لم ينعقد. لكن احنا خلاص استبينا واتفقنا والحمد لله وخلاص، واخد بالك ازاي، وبعدين بعد كده هو قام راح لحاله وانا قمت وما تمش التقابض، يبقى هنا ما ينفعش العقد ده، يبقى باطل العقد ده. باطل ليه؟ لان تم التفرق مع الاختيار قبل التقابض في نفس المجلس. فهمت بقى؟ واضح؟ واضح الحكاية؟ وإلا فلا بطلان، لأنه كالعدم حينئذ، لأن لما يحصل التفرق بغير اختيار يبقى كالعدم، ما تمش العقد لسه. واضح؟ ولا يصح إلى آخره. كان الأولى تأخير هذه الجملة، ولا يصح بيع ما بتاعه الشخص إلا بالاستلام. دي موضوع تاني إيه جايبه كده، هنقف عنده إن شاء الله، لأنه فيه تفاصيل كثيرة وصور كثيرة نشرحها المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم الألم بتاعك. في سؤال متعلق بالجزء اللي احنا اتكلمنا فيه؟ واحد مولانا، ان ده 24 لا مش ربا، ده انه حسب الفرق. الربا انه هو ما يراعيش الوزن ويراعي الصنعة، لكن انا لما الاقي ان العيار 18 ده، ان العشرة جرام عيار 18 تعادل مثلا 8 جرام عيار 21، فادي له انا 10 جرام عيار 18 اخد منه 8 جرام عيار 21. صح؟ واضح؟ لان الذهب الخالص هنا يساوي الذهب الخالص هنا، ده اديك مثال يعني، فاهم؟ العبرة بالذهب الخالص مش بالشوائب. والله ها؟ عيار 21. بالجنيه الذهب يبقى بنفس وزن الجنيه، ياخد نفس وزن الايه؟ ذهب، نفس الوزن عيار بعيار. الجنيه الذهب ده وزنه مثلا كام؟ ها؟ وزنه 8 جرام، يبقى ياخد منه في حدود 8 جرام ذهب عيار 21. لا حسب العيار بتاع الجنيه، الجنيه الانجليزي اظن 18، الجنيه الانجليزي غير الجنيه مش عارف يعني هم يعرفوها بتوع الذهب، اساله قول له الجنيه ده عيار كام ووزنه قد ايه، لازم تراعي الوزن والعيار. واضح؟ عشان تبعد عن الربا. ايه تاني؟ في المضاربه،
المضاربة مش المفروض ان العام بيشارك رأس صاحب رأس المال؟ هيجي باب المضاربة يا سيدي. لا هو هيجي باب المضاربة في الشركة، بيشاركوا في الأرباح صح؟ طب النهاردة في حاجة سائدة عندنا، ان بيجي راجل صاحب تاكسي، هو بيشتري تاكسي، وجي واحد سواق يقول له انا عايز في الوردية من ستة الصبح مثلا لغاية الساعة 12 مثلا او زي ما بيتفقوا 50 جنيه، وماليش دعوة انت كسبت كام، يعني كسبت 100 جنيه 1000 جنيه المهم انا عايز 50 جنيه في الوردية. ده اصل ده ايجارة، دي مش شركة، دي ايجارة. هو مأجر وقته، مأجر وقته، مأجره عنده 8 ساعات اشتغل لي على الحمارة دي وقالت لي ده إيجارة، دي مش مضاربة. المضاربة دي شركة بيع وشراء، إنما دي إيجارة. أيوة، عامل بيشتغل في المال، بيشتغل في المال نفسه، يحوله إلى تجارة ويبيع ويشتري، إنما هنا ما بيبيعش ويشتري، ده سايق عربية، ده مأجر حمار زي اللي مأجر حمار. هي العربية دي حمارة. ممكن الراجل ده ما يجيبش 50 جنيه. هو عارف من حيث السوق، هو عارف من حيث السوق ان هي فعلا تجيب في المبلغ ده في البتاع دي وزيادة. هو حاسبها. فهمتني ازاي؟ بس. وبعدين هو عارض عليه، موافق على الإيجارة بالطريقة دي ولا مش موافق؟ بس. تأجرها مني بثمان ساعات ب50 جنيه. هو كأنه بيأجر سيارته لهذا السواق في الثمان ساعات ب50 جنيه. واضح؟ ممكن السواق ده يروح مديله 50 جنيه ويروح يركن العربية ويخش ينام. ويديها ما يجراش حاجة. لأنه واخدها بقت تحت حيازته. إيجارة، ده عقد إيجارة. عقد إيجار. واحد عندنا قال لي إن هو بيروح مع واحد انا بقى شفت انت لما سالتني في موضوع العربيه والتاكس انا وصفتها لك ايه؟ عقد ايجار. طب سيبني انا بقى كده دلوقتي وروح لشيخ تاني ممكن يوصفها لك عقد اخر، يقول لك لا دي اعاره بس مشروطه، واحد تاني يقول لك لا دي مضاربه بس بالجهد والمال، كل واحد يوصفها بطريقه شكل، وبناء على التوصيف يقول لك حلال ولا حرام. شفت بقى ازاي بقى؟ لأن ممكن الفروع الفقهية يختلف فيها الفقهاء حسب توصيف الصورة، ويتفاوت الفقهاء تفاوت كبير في توصيف الصورة. فهمت بقى الحكاية؟ فهمت؟ بس يعني كلامي ده مش نهائي، ده فهمي دلوقتي للصورة دي، يمكن يتغير بعد شوية وما يجراش حاجة. واخد بالك ازاي؟ وما تزعلش. إنما بقى الناس اللي مش فاهمة أمور الدين يقول شوف التلاعب، بسأل الشيخ الأسبوع اللي فات في مسألة يقول لي حلال، وبعد أسبوع أسأله يقول لي لا ما تعملش كده تاني. دول مشايخ متلاعبين يا عم، لأن الشيخ في خلال الأسبوع ده قعد يفكر أكتر 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 فوصفها توصيف تاني. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فهو عند اجتهاده ده قال لك كذا كان مباح، لما غير اجتهاده ما ينقضش القديم، اللي كان مباح مباح ماشي بباح، وبعدين الاجتهاد الجديد واجب العمل دي. شفت بقى الفروع الشريعة بتاعتنا حلوة ازاي؟ عشان تبقى صالحة لكل فكر ولكل زمن ولكل موقف. متغاظين هم من الحكاية دي العلمانيين، فعايزين يشعرونا ان هذا التغير دليل الفشل وبالتالي لا تصلح للحياة، واحنا بنقول بالعكس، ده هذا التغير دليل التطور الذي يصلح لكل زمن ومكان. فرق كبير من وجهات النظر. فهمت بقى الحكايه؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.